يا عم تعالى اطلع بره. اتفضل اتفضل. شو رايك بشركتنا؟ تحفه. ده مكتبك. ده مكتبي؟ يعني اقعد عادي؟ اقعد. اقعد. لانه عجبك؟ عجبني كتير. اسمع، المفروض تبدا مهام وظيفتك فورا. الاحداث مشتعله في كل مكان، واللحظه اللي ما بتتوثق بتضيع. لازم تكون فاهم ده كويس. انا فاهم ده كويس، عشان كده انا كلمت واحده صاحبتي صحفيه شاطره جدا في مصر، هتبعت لي كل حاجه اول باول. واحده ما بتكفي، لازم يكون لك صلات بمجموعات كبيره عشان يكون عندك كم كبير من المعلومات تقدر تشتغل منها افضل. ايوه عدنان، بس ده محتاج وقت ومحتاج تفكير. ما تقلق، احنا لنا صلات بمجموعات كبيره من النشطاء السياسيين وشباب الاعلاميين المصريين، راح ننسق معهم ونعرفك بيهم عشان تتولى انت الملف بالكامل. جريت، اوكي. اخر شيء، في دوره تدريبيه بينظمها المكتب لعدد من الشباب العرب وللموظفين عندنا، انا شايف انه مهم انك تنضم ليهم. مفيش مشكله، ننضم ننضم. اوكي ديل ديل، جو اهيد. والله يا محمود بيه، ده اللي انا فكرت فيه. انا قلت ان سعادتك حبايبك كتير، كل الرتب اللي ماسكه السكون تلاميذك ويتمنوا يخدموا سعادتك، مش كده ولا ايه؟ اخوك اكد لك فعلا ان هم جم وراه؟ معلش انا مش مطمن للسؤال ده. ما اخبيش عليك يا ميمي، طلبك ده وفي الوقت ده بالتحديد مستحيل. انا من ساعه ما عرفتك وانت راجل معايا، ويضايقني جدا اني ما اعرفش اساعدك. يا باشا، هو انا بقول لك خرجوا من دورة؟ ده انا بقول لك دخلوا دورة. شهرين ثلاثه لحد ما الدنيا تهدى. انا فاهم، بس سجن طورة او اي سجن تاني في مصر دلوقتي العين عليه. انت ناسي مين اللي جوه؟ كل يوم تفتيش ومراقبين وشعب بتطلع والنيابه بتروح تتاكد. ده خير بقى الاعلام ما بيسكتش. لا انسى انسى. ماشي يا باشا، ربنا يسهل ان شاء الله. انا هشوف حل تاني. شوف يا مين، الحل الوحيد دلوقتي انه يفضل تحت عينيك، واي حد يهوب منه تصطاده. هو انا هعلمك مين ولا ايه؟ قولي، لازمك سلاح؟ سلاح يا باشا، الخير كتير. يبقى خلاص، وان شاء الله هعوضها لك في حاجه تانيه. تتعود ان شاء الله يا باشا، معلش تعبتك معايا. Oh.
أمينة إزيك؟ أنا عايزك تباركي لي. أنا دلوقتي بقيت شريك في شركة إعلامية كبيرة قوي. لا والله بتكلم بجد. إزاي ده حصل؟ هشرح لك بعدين. المهم دلوقتي أنا عايزك تبعتي لي كل الصور والفيديوهات اللي بتحصل في مصر. آه اللي أنت بتعمليها. لا خالص، أنت هتشتغلي معايا أنا. تمام، هايل هايل جدا. طيب هتبعتيه إمتى؟ خلاص أنا هبعت لك مسج عليها الإيميل، ابعتي لي عليه. أوكي. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. سلام، باي. بص بقى، أنت هتحط إيدك كده أهو، يلا حط إيدك على رجلي، وأنا بقى إيه همسك ودني كده أهو وأقول لك إيه بس 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 ورخصت على إيدك. يلا أنا بقى ألعب، يلا يلا. هيبقى ابتدت ده كل حاجته متلخبطة كده ومترنية، أنا اللي هقعد أوضب وأعمل. يا سماح، يلا يا سماح عشان رامي جه. سماح، أما أنت كمان نفسك في حتة عين، عارم نفسك وعارمني منه ليه؟ إيه ده سماح؟ من إمتى وأنت بتفتشي في حاجتي؟ ورحمة أبويا عمري ما عملتها ولا هعملها، وأنت عارف ده ربنا، ربنا اللي عايزني اشوف عشان يقول لك كفايه بقى، حرام عليك بتعمل فيا كده ليه يا ريت؟ ليه عايز تحرمني من احلى كلمه في الدنيا؟ ليه مش عايز يجيلي بنت ولا ابن ويقولولي يوم؟ ليه بتخليني امشي في الشارع وشوف اي واحده شايله عيل واقول يا بختها؟ ليه يا ريت؟ ليه؟ مش لازم تطلعي زي سماح، انا تعبت واتمرمطت في الدنيا دي، مش عايز العيل يجي يتمرمط هو كمان، مش عايزه في يوم من الايام يجي يدعي عليا. واحنا من امتى لعنا اهالينا عشان عيالنا يجوا يلعنونا؟ بنت الناس افهميني. افهم انت يا ريه، لازم تعرف ان انت حارمني من احلى احساس في الدنيا. والست عمرها ما بتحس ان هي ست غير لما يبقى معاها حته عيل، وانت حارمني من ده وعمري ما هسمع. الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت عايز تسيبني يا راي مش كده؟ الموضوع واضح زي الشمس، عايز تسيبني عشان يوم ما تيجي تطلقني تبقى خفيف خفيف مش كده؟ سمعت كل حاجة في حياتي، ما أعرفش أعيش من غيرك ولا أعرف أعيش مع واحدة تانية،
أنا عارف إن حقك يبقى ليك عيل، بس أنا خايف بجد، خايف خايف العيل اللي يجي ده يستعر مني، خايف حد يسأله في يوم من الأيام أبوك مين، يتكسف يقول أبويا مين. أوعى أسمعك بتقول كده، من كام يوم قاعد بتكلمني على الفلوس والرجالة اللي معاهم فلوس. لو بتتكلم على الفلوس فانت شفت الرجالة اللي كانوا بيترموا تحت رجلي وسبتهم كلهم وجيت لك انت، عارف ليه؟ عشان بحبك، عشان كان كل املي في الدنيا اني ابقى ماشيه جنبك في الحته والناس تقول ايه اللي الرايق اختارها وحبها. شفت بقى انت كبير في النظر ازاي؟ متخيل يعني يوم كده اما نجيب حته عيل هيبقى بيحبك قد ايه؟ خلاص يا سمر، خلاص احنا هنسيبها على الله واللي لينا فيه نصيب هنشوفه. قومي غيري هدومك عشان رامي عبر مستنيكي. بس اهلا يا طن. بتلعبي ايه يوم؟ بلعب البسه يا بيت. البسه؟ لا احنا هنلعب استغمايه. تلعب استغمايه معايا يا رامي؟ ايوه بس هستخبى فين؟ تستخبى فين؟ تستخبى جوه قلبي. يلا يا رامي هات بوسه. ماشي كده من غير بوسه؟ بوس جامد. ودي زوزة بوس. وانا يا رام. يلا يا حبيبي. جميل. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام يا رام. على مهلك يا حبيبي. انا احلى مساء الفل يا سيكا. انت ايه اللي نزلك؟ مش منبع عليك ما تتحركش. اتخنقت يا رايق من الحبسه اللي انت حبسهالي دي. قلت اجي اطل عليك. طب يلا اتفضل اطلع اروح مشوار ارجع. يلا. مين الامور؟ ده رامي دبي. دبي. ازيك يا رامي؟ ازيك يا انكل؟ هبقت كده؟ يا عم يلا اطلع. اقعد على القهوه شويه. مفيش قهوه الله يرضى عليك، مش عايزين مصايب. هطلع فين يا عم؟ هو في مكان فوق؟ يا عم اتصرف. على الارض على الكنبه في اي حته سيكه. يلا. ماشي يا انكل. يلا. ماشي. ما تنزلش بقى من فوق تاني. وانت ما تتاخرش. طب يلا. معلش يا رامي. سهرتك انت عندك مدرسه بكره بقى؟ مفيش مدرسه بكره. ماشي احسن برضه. ها مش هننفذ العمليه ولا ايه؟ ابو يحيى قال مش عايزين دوشه، وبعدين احنا عرفنا مكانه خلاص. يلا يلا بينا. الحساب يا ابني. والنهارده بنجد ان الاعلام التقليدي او الكلاسيكي المتعارف عليه بدا يتلاشى شيئا فشيئا امام الاعلام الجديد. طيب ما هو مفهوم الاعلام الجديد؟ الاعلام الجديد هو الإعلام الذي يعتمد على التقنيات التي حدثت بعد الإنترنت. في الإعلام الكلاسيكي كانت المؤسسة الإعلامية بنخبتها بتوجهاتها لأي وجدتها تعمل كوسيط للخبر. أما اليوم أصبح الإرسال جماهيري والاستقبال. مش ممكن أنت يا يوسف برضه زهلت الجنرال، أكلمك تقفل في وشي. هتفضل طول عمرك تبيع صحابك عشان خاطر الحريم؟ تصدق عيب عليك لما تقول الكلام ده على اخوك، ما انت عارف ان صحوبيه الراجل ب 100 حرمه. اه بس لو جت الحرمه يغور الراجل. صباح الخير. صباح النور. ايه يغور الراجل ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ يغور طبعا. ازيك يا عروسه؟ ازيك يا ريه؟ ايه ده انت لسه عارفه اسمي اهو؟ طبعا. تمام مزنوق. اتفضل. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ استني تشربي ايه الأول؟ نحلة.
لا يا سعيد. عصير؟ 2 عصير. يلا. ماشي. مفيش، كنت بعمل شوية شوبينج وشفت البنطلون ده قلت هيبقى حلو عليك، قلت أجيبه لك. أيوه بس ده كتير قوي كده يا نادين. مفيش حاجة كتير عليك يا يوسف. موحشتكش؟ وحشتيني. وأنت كمان وحشتيني. أمال تقلقان عليا ليه بقى؟ عادي، عشان أوحشك أكتر. يا سلام. بقولك يا بنت نادين، انا اكتشفت ان انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا يوسف. خلاص بقى، بدل بحبك وبتحبني يلا نتجوز. ايه اهدي، انت هتسيحلنا في المكان هنا ولا ايه؟ وبعدين الحب الجامد ده بيتنظر. انا لما اتجوز نادين لازم اعمل لها احسن فرح، وعيشها احسن عيشه، والبسها احسن فستان فرح فيك يا جمهوريه مصر العربيه. بس انا مش عايزه ولا فرح ولا عيشه ولا فستان ولا اي حاجه، انا عايزه اكون معاك انت يا يوسف، والله العظيم عايزه اكون معاك انت وبس. ايوه حبيبتي بس. مين؟ صاحبة الشغل. طب ما ترد. الو يا مدام غالي، ممكن اعرف ايه مدام دي بقى؟ معاك ناس؟ انت مش جاي النهارده ولا ايه؟ لا هاجي ان شاء الله. طب لو سمحت عايزاك تسيب كل حاجه في ايدك وتيجي دلوقتي حالا. عايزه اتكلم معاك شويه يا يوسف. طيب هستناك. مع السلامة. انت ماشي؟ انا لحقت اشبع منك؟ ما انت شايفة اهو بيكلموني في الشغل والدنيا كلها كركبة هناك. طب هشوفك تاني امتى؟ اول ما هفضى هكلمك ونتقابل على طول. فك التكشيرة دي بقى. يلا اضحك عشان نمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تيسير برضه مش كده؟ ايوه. أنا مديحة مرات شكري البيومي. شكري البيومي مين؟ شكري البيومي حضرتك ما تعرفوش ولا إيه؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. إزاي بس؟ ده حسن قال لي إنك تعرفيه، ده حتى كان بيوصلك حاجات من عنده اللي عند حضرتك هنا. وهو اللي دلنا على اسمك وعنوانك، يعني أكيد اللي بيقوله ده حقيقي. ما أنا بقول لحضرتك أنا ما أعرفش حد بالاسم ده، أنتوا ما بتسمعوش؟ استني، ما إحنا ما نقصدش حاجة بس يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن شكر بيومي كان متجوز الست ديت وفجأة اختفى، فلو حضرتك عارفة مكانه ولا حاجة يا ريت تدلينا عليه نوبك فيها ثواب. يوه، بقول لك أنا ما أعرفش حد بالاسم ده، ممكن بقى تتفضلوا ولا أطلب لكم البوليس؟ صباح الفل. أنا أجمل بنت في الدنيا. صباح الخير يا بابي. شكلك مبسوط النهاردة، وأنا بفرح لما أشوفك مبسوط. يعني تحب تشوفني مبسوط على طول؟ سؤال غريب وما يتسألش غير لو في من وراه حاجه. بنت ابوكي صحيح. طيب يا ستي، هو فعلا في حاجه. وما دام في حاجه خليني بقى انا اللي اقول لك. شكلك كده وقعت على واحده جديده. ايه وقعت دي؟ اسمها اتعرفت على واحده جديده. طب يا سيدي انت اتعرفت على واحده جديده. قول لي بقى وصلت معاها لفين؟ لسه ما فيش اي حاجه. ماشي. بابي انا مش هقول لك ان انا خايفه عليك. ولا هقول لك اي حاجه، هقول لك بس خد بالك من نفسك. انت من حقك تعرف واحده واثنين وثلاثه ومية كمان، بس بليز لو الموضوع وصل للجواز لو سمحت ما تجيبليش واحده زي داليا، عشان انا مش هقبل بده. لا حبيبتي اطمني خالص، هي مش زي داليا دي، بنت بلد بتفهم في الاصول. بعدين قبل اي حاجه لو مش هتعجبك انا مش هكمل في الموضوع ده خالص. بابي انت قلت لي نفس الكلام مع داليا وبرضه صممت واتجوزتها. مفيش داعي بقى نتكلم في اللي فات، وبعدين اصلا الموضوع لسه ما اتطورش، مفيش اي حاجه رسمي، فتعالي استنى نشوف ايه اللي هيحصل وبعد كده نتكلم. ماشي انا هسمع كلامك. المهم انا عندي مشوار دلوقتي وهخلصه، بعد كده هروح اشتري شويه بضاعه. هترجع لي هنا؟ لا انا هروح على طول. طيب روح. باي باي. باي. انا اسفه يا سين ان انا حطيتك في المواقف البايخه دي. مفيش في دماغك يا ريحه، بس اللي زعلان منه ان احنا ما عرفناش نخرج منها بحاجه، وزي ما جينا زي ما رحنا. بس انا مش مصدقه الولايه دي ان احنا ما تعرفوش. شفت اول ما قلنا اسمه صنت شويه ازاي؟ انا لاحظت كده برضو. انا حاسس ان هي خايفه من حاجه. يا عم يا عم يا ريس يا ريس. مدام تيسير بتقول لحضرتكم هي متاسفه جدا وما عرفتش تكلمكم فوق، وده رقم تليفونها، بتقول لحضرتكم اتصلوا بيها بكره. حاضر حاضر، هتصل بيها ان شاء الله. مش قلت لك انها خايفه من حاجه؟ الحمد لله، اكيد عارفه عنه حاجه هتقولها لنا ان شاء الله. يا ما انت كريم يا رب، اكيد عارفه مكانه ياسين. اهدي يا اهدي يا مديحه، عشان خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. الحمد لله. يلا الحمد لله. ايه بقى؟
انت عارف ان انا بتفرج على الشغل بتاعك؟ انت بتتفرج دلوقتي؟ ايه رايك؟ مش حلو، مش سخن، يعني محتاجين اكتر من كده. انا كنت هموت على فكره وانا بصور لك الكلام ده. حق عليا، كان حقيقتي بعته للجزيره. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ انا بس بضايقك، هتموتي ايه بعد الشر عليكي؟ الشغل تحفه على فكره. يلا عايزين من ده كتير، شد حيلك. بجد عاجبك؟ كويس؟ كويس جدا. بس يا ريت بقى بلاش كلمه هموت دي، انت فاهمه ولا ايه؟ ليه؟ امينه قولي اي حاجه بس بلاش هموت دي، اي حاجه. خايف عليا ولا حاجه؟ بصراحه يعني مش عايزك تتحط في المواقف دي، انا خايف عليك، دي مواقف خطر جدا يعني. لا لو كده خلي خوفك بعيد عن شغلي، انت لو خايف عليا بجد سيبني اشتغل اكتر واكتر. امينه اشتغلي زي ما انت عايزه بس خلي بالك من نفسك، يعني لو مش عشانك على الاقل يعني يبقى عشان انا، على الاقل بقول لك يعني. اتفقنا ولا ايه؟ اتفقنا. يا مدام لولا صوتك يعني ما عجبنيش في التليفون، في حاجه ولا ايه؟ في مشكله فعلا، الراجل اللي عملنا عليه الفيلم واشترينا منه الدور جالي وعامل لي مشاكل. قبل ما تقولي مشاكل، اولا ده مش فيلم، دي دفاتر واختام وفلوس اتدفعت خلاص. ماشي يا ري، بس هو عارف انها مش كده. هو عارف ايه؟ جالي وقال لي ان في موظف من الحي اتصل بيه وقال له انت ازاي سايب حقك كده، انت اتلعب عليك وما اعرفش ايه، والحكايه دي مضحوك عليك فيها كلها عشان يلو دراعك وتبيع. هو مالكيش بقى اسم الموظف ايه؟ انت بتضحك يا رايق. لازم اضحك يا مدام، يا مدام ده جزء من الاتعاب اللي انا ما حملتوش عليكي. مش فاهم. انا فاهمك، احنا المفروض كنا ندفع 20,000 جنيه، دفعنا 10، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ال 10 التانيين دول مين يدفعهم؟ ما اعرفش. الزبون. يا مدام الحكايه ما فيها تسعيره ولازم تتحصل. احنا دفعنا جزء وهم اشتغلوا في الجزء الثاني. هو يتصل بيك ويقول لك في واحد كلمني وبيقول لي انت مضحوك عليك من الموظفين الحراميه اللي هنا، وانا عندي اللي يثبت لك حقك. وبعدين؟ وبعدين بقى طبعا الراجل لما يصدق يتعلق في قشايه، يقوم دافع الفلوس عشان يثبت حقه، يوم والتاني يكلموه يقولوا احنا اسفين يا حاج، انت كله في التمام، انت مشكلتك مش عندنا، مشكلتك مع فلان الفلاني، وبقابليني بقى. يعني انا تمام؟ انت تمام؟ انت تمام قوي. هو عوني بيه ما صدنيش عندك ولا ايه؟ لا ازاي؟ هو عوني يقدر يستغنى عنك يا رايق؟ هو كمان حبيبي قوي. اتفضلي يا بنتي. ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك كتير قوي، كنت عايزه اطمن عليك لحد ما عرفت. أنا ما بقتش شايف حاجة. مش ده الحل، إنك تهرب وتستخبى. عايزة أشوفك البني آدم اللي أنا حبيته، اللي ما كانش بيخاف من حاجة وكان دايما حميني. مش عايزة أشوفك أضعف مني. ما تخليهمش يكسروك، والنبي ما تخليهم يكسروك. طب أنا كمان اتبهدلت، اتعريت واتكشف عليا وتقال لي يلا عشان نكشف عليك نشوفك بت ولا مراية بتاعت الميدان. وداس عليا بالجزم مع اني ما عملتش حاجة، كنت بساعد ناس بتحب بلدها. قول يا كبير. يا نحلة. بقول لك ايه؟ في حوار كده انا ما كنتش عايز احكي لك عليه، بس احكي لك عشان ما تجيش تقول لي يا نحلة انت ما بتحكيليش. انجز يا نحلة. انا لسه شايف جيجي من شوية راكب عربية عضو مجلس الشعب اللي يوسف شغال عنده. الشيمي؟ اه الشيمي بيه.
اوعى لكم بتكذب. عيب يا كبير، لو مش مصدقني والله العظيم لسه راكبين عربية قدام عيني وطارين بيها مع بعض. معلش بقى، بقول لك ايه؟ حسك عينك حد يعرف الموضوع ده غير انا وانت، انت فاهم ولا لا؟ يا كبير عيب يا كبير، انا حبيت اقول لك بس عشان اخلي مسؤولي قدام نفسي. ماشي روح دلوقتي. ماشي نحلة. انا ايه يا كبير؟ مين الجوز دول؟ كل يوم يجوا يقعدوا نفس القعده دي، يا اما يقعدوا بره يطلبوا شويه طلبات وبعد كده يمشوا. خلي بالك يا ده، احسن يكونوا حكومه ولا حاجه. عيب يا كبير، ده لتربيتك، هم لو حكومه برضه كان زمان قعدهم هنا. مش عايز مني حاجه؟ بس يا ستي اكتشفت خيانتها ليه وطردتها من البيت. ندى كان حقك قتلتها قتل. هو في كده؟ في ناس تعض الايد اللي اتمدت لها؟ ليه؟ هي كان ناقصها ايه؟ انا ما شغلتش بالي بالافكار دي، انا اعتبرتها صفحه في حياتي وطلعت. ده انت كان حقك ترميها في الزباله. هتريك هتريك والله يا شيمي بيه. ايه حكايه الشيمي بيه يا شيمي بيه دي؟ ما تقولي لي يا شيمي وبس، ولا انت رايك ايه؟ يعني اصل بس ولا اصل ولا فصل. خليكي احسن على طبيعتك، كملي بقى. وهتريني ايه؟ يعني انا كنت بقول اتريك لما جيت للمقدس كان يعني شكلك متضايق وبالك مهموم، يعني مش مبسوط. انت حسيتي بيا ساعتها؟ ما كنتيش تعرفيني. سبحان الله بقى، تقولي اصل في ناس يا شيمي بيه تبقى عارفهم طول عمرك بس ما تفهمهمش ابدا، وفي ناس اول ما تشوفهم تحس كده انك قاري كل اللي جواهم وحاسس بيهم من غير ما يتكلموا. على فكرة انتي بنعلمة جميلة جدا. ده بس من ذوقك يا شيمي، ده بس من ذوقك يا شيمي. ايوه كده، الغلطة من هنا ورايح ب 100 جنيه، وانتي حرة بقى. لا أنا مش قدها، هقول لك يا شيمي على طول. أنا اتكلمت عن نفسي كتير قوي. ما تحكي لي أنت بقى عن نفسك. لا أحكي لك إيه؟ هو أنت غاوي صداع؟ أيوه يا ستي غاوي صداع. مش كفاية صدعتك؟ لا ما تقولش كده، ما صدعتنيش ولا حاجة. ماشي يا سيدي، أنا هحكي لك. دي أنهي نسخة؟ دي النسخة الزيرو، حبيت أفرجك عليها قبل ما أقعد أشتغل فيها. تمام. شايف الجدع أبو جاكيت أسود ده؟ خد بالك منه كويس أوي. أوكي. دول بقى بيصلوا في الكنيسة. في النسخة الفاينل أحط التفجيرات دي مع تفجيرات بغداد على النسخة بتاعت الأقصر اللي أنا كنت وريتها لك قبل كده. هاي قفله ما تنزلوش لما أقول لك. سميتها؟ لا ما فكرتش. دماء الأقباط في مصر هل لها نهاية؟ ايه الدماغ دي؟ اوكي اوكي. عارف يوسف؟ ايه؟ وانا معاك ببقى مبسوطة قوي ومرتاحة، بس لما بروح البيت بفكر في الكلام اللي احنا قلناه، بقول لنفسي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بحس انه الموضوع مش هينفع. مش هينفع ليه؟ بخاف ان الموضوع يتطور بينا اكتر من كده والامور تخرج من ايدي. وايه يعني لما تخرج من ايدك؟ خايفه تكرري تجربه سعيد تاني؟ يوسف اديكي قلتيها بنفسك، يوسف مش سعيد. يا يوسف انت مش فاهم حاجه ومش عايز تفهم حاجه. لا انا فاهم كل حاجه. فاهم ان انت خايفه ان احنا نرتبط رسمي. خلاص خليكي خايفة وعيشي لوحدك، وأنا كمان عايش لوحدي. يوسف أنا عندي مشاكل كتير قوي في حياتي وهتكبر أكتر وأكتر لو أنا طوعتك دلوقتي. رامي دي حاجة من الحاجات. رامي أنت عارفة أنا بحبه قد إيه، وعارفة كمان إن أنا هحطه في عينيا زي ما هحطك أنت كمان في عينيا بالظبط. طب وسعيد؟ ماله ده كمان؟ وانا هاخد الاذن من سعيد عشان اتجوزك؟ سعيد هياخد مني رامي بالغصب لو انا اتجوزتك دلوقتي. مش هيقدر يلمس شعره منه، انا مش هسمح له بحاجه زي كده، ولو فكر فيها انا اللي هتصدر له. يا يوسف انا مش عايز الامور توصل لنقطه الحرب تاني مع سعيد، انا تعبت. سعيد لو اختار الحرب يبقى دبور وزن على خراب عشه، واهلا بيه، ويبقى يوريني اخره ايه. انت مش فاهم حاجه. انا بجد تعبت يا يوسف. تعبت. خلاص مش قادر على المشاكل. نفسي اعيش عيشه هاديه ما فيهاش اي قلق. يعني انت عايزه تفهميني ان احنا مش هنتجوز عشان سعيد؟
كنتش اتخيل ان انت بتضعفي دلوقتي. واحد اتجوزك مرمطك وبهدلك وسرقك وطلقك ودلوقتي مستنيه تاخدي اذنه عشان تتجوزي ولا ما تتجوزيش؟ سعيد عارف ان رامي هو نقطه ضعفي. قولوا له رامي انك كنت اتصرفت مع تصرف تاني وانت عارف ده كويس. وانت عارفه كويس ان انا قدها وقدود وزي ما قلت لك ان انا هتصدر له يبقى هتصدر له ومش هخليه يلمس شعره مني. غالي انا بحبك. بحبك ومش هقدر اعيش من غيرك. ومش هسمح لمخلوق ولا الجن الازرق ولا الزفت اللي اسمه سعيد ده شخصيا انه يمنعنا ان احنا نعيش مع بعض. فاهمه؟ عشان خاطري. فكري في الكلام اللي انا بقوله لك ده. بس من غير خوف عشان خاطري فكري.